نبدأ باشتعالات الاشتعال الاشتباكات في الضفة الغربية، الاعتقالات التي تنفذها إسرائيل في حق سياسيين وحتى في الأذرع العسكرية للفصائل الفلسطينية، آخرها في مخيم جنين وحصيلة ذلك هذا اليوم في 9 شهداء لغاية اللحظة. ولا تزال هذه الاشتباكات متواصلة في مخيم جنين ومحيط مخيم جنين وفي مناطق أخرى في نابلس. ما تعليقك على ذلك؟ هل تنتقم الآن إسرائيل من الضفة الغربية تزامنا من غزة مع غزة؟ تحياتي أختي الكريمة لك ولجميع المشاهدين، وأتمنى السلامة لزميلنا الصحفي الشادي زميلكم. أصبح الصحفي الفلسطيني هدف أختي الكريمة، بدل من أن ينقل الصورة أصبحت كما شاهدت على شاشتكم الكريمة بأن الصورة على الصحفي الزميل، وأصبح المسعف في مخيم جنين ضابطة مسعفة فلسطينية تريد أن تنقذ الجرحى أصبحت جريحة أختي الكريمة. هذا هو الواقع. والأخطر من ذلك ليس الاعتقالات طالت فقط أبناء مخيم جنين، فلنقل أنهم مقاومين للفصائل المختلفة، ولكن أيضا طالت الناس السياسيين في الداخل الفلسطيني. يعني رئيس المتابعة الآن أقرأ على شاشتكم أنه قبل قليل أطلقوا سراحه الرفيق محمد بركي والعديد من الأخوة أبناء الداخل الفلسطيني، يلاحقوا على الكلمة وعلى الحرف، والعديد من الزملاء الصحفيين في القدس. الاعتقالات أصبحت أكثر من 2300 معتقل خلال هذه الفترة، خلال فترة شهر. القدس لوحدها تمثل 10%. المخاطر عالية أختي الكريمة، تكميم أفواه، سياسة القبضة الحديدية، اليد على الزناد، استشهاد شباب عديدين، اغتيال بدم بارد للشباب في القدس وفي الضفة، وهذا ليس سرا، واضح في جنين، أن يترك الجرحى في المخيم وأن لا يقدم لهم الإسعاف ويطلق النار على الإسعاف. هذا دليل عملية تصفية مبرمجة وقتل بدم بارد. وأنت سألتيني لماذا الآن؟ أنا أقول لك لماذا. إنما ينفذ في غزة ولو بصورة مصغرة ينفذ أيضا في مخيم جنين، لأن كل الأنظار الآن على غزة. يستغل الاحتلال ذلك ويريد أن يصفي الحسابات مع المناطق، مع المخيمات تحديدا، جنين وبلاطة وطول كرم ومخيم الأمعري سمعنا، وعقبة جبر ومخيم شعفاط في القدس، وأيضا مع رموز سياسية من كافة الفصائل. من يرفع صوته حتى لو قال إنه هو مع وقف العدوان ومع المساعدات الإنسانية لغزة، حتى في هذا الهامش يتم اعتقاله يا أختي الكريمة. وواضح أن الحرب ليس فقط على حماس ولا على قطاع غزة، الحرب هي على الشعب الفلسطيني. طيب، توسعة نطاق هذه الحرب في يعني لإسرائيل، الجبهة في غزة وهي الأكبر، في الضفة الغربية، في جنين، وأيضا على الحدود الإسرائيلية اللبنانية. يعني ما مصلحة إسرائيل من ذلك؟ يعني هي مفروض الآن تخوض حرب مع غزة، تخوض حرب على قولها مع حركة حماس. يعني هل من مصلحتها الآن أن توسع ذلك على مختلف الجبهات والمناطق في فلسطين وعلى حدودها مع لبنان؟ القراءة الأولى الاستراتيجية والأمنية والعسكرية ليس من مصلحتها، وتبجحت الإدارة الأمريكية وأيضا إسرائيل وقالوا لا نريد أن نوسع أمد الحرب، وهنالك ضوابط ورسائل تحت الطاولة لإيران ولحزب الله، ما بدنا نوسع جبهات الحرب، والرد أن يكون محدد، وهذا الرد واضح في الساحة اللبنانية، لا يريد أن يوسع الحرب. ولكن هذا التناقض الأمريكي الإسرائيلي، من لا يريد أن يوسع الحرب لا يوسع الهجوم أختي الكريم، من لا يريد أن يوسع التصدي لا يوسع الهجوم. هو وسع الهجوم ووضع خطة هجوم تشمل الضفة الغربية وجنوب لبنان والقدس والداخل الآن الفلسطيني. طيب، ما سقف أهداف إسرائيل وعلى اليمن وعلى العراق؟ ما سقف أهدافها وما الذي تخشاه إذا وقفت هذه الحرب؟ ما الذي تخشاه إسرائيل؟ بس خلينا أجاوبك على النقطة. مصلحتهم ما يوسع الحرب، بس مصلحة نتنياهو أن يحقق نصر. لا يستطيع أن يحقق نصر لغاية اللحظة في غزة، يريد أن يصدر نصر في الضفة أختي الكريمة. هاي الفكرة الحالية بتصفية الحسابات في جنين وفي غير جنين.
سؤالي الآخر تفضلي مرة أخرى لو سمحت. ما سقف أهداف إسرائيل في توسعة هذه الحرب وعدم إنهائها؟ هل هي تخشى، هل هناك ما تخشاه إسرائيل إذا توقفت، إذا توقف إطلاق النار مثلا في غزة، إذا قبلت بدخول المساعدات وإدخال الوقود إلى غزة؟ نعم تخشى، لأن نتنياهو يخشى على مستقبل السياسي وهو تحت المقصلة السياسية، يخاف أن يحاسب وبالتالي يريد أن يمد أمد الحرب، ويخاف أيضا من موضوع المساعدات الإنسانية والهدنة لأيام أن تمتد وتكرر وتعاد وتركز لتوج عنها وقف العدوان ووقف سيد الحرب. أحمد